dead for a long time. From 48 till now. Waiting for the United Nations. But nothing had been done. تمركزت فصائل منظمة التحرير قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، فتحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهة الفلسطينية الإسرائيلية. على وقع كل ذلك، كان لبنان يشهد بداية حركة شعبية جديدة قادها الإمام السيد موسى الصدر العائد من مدينة قم الإيرانية. تبنى الإمام الصدر القضية الفلسطينية وبدأ التصدي للأطماع الإسرائيلية. جنوب لبنان لعدة أسباب مطمع قريب لإسرائيل، من جهة الجبال الشاهقة والسهول والوديان، تشكل منطقة استراتيجية هجومية ودفاعية كبيرة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، المياه الموجودة في جنوب لبنان ثروة كبرى، وإسرائيل يطمع في هذه الثروة كما تطمع في جميع الثروات في العالم. رفع الصوت في مواجهة هذه الأطماع ترافق مع تحول الموقف من المقاومة الفلسطينية إلى عنوان للانقسام اللبناني، وانقسم الشعب اللبناني بين مؤيد وبين معارض، بين من يرفض وجود المقاومة الفلسطينية على أرض لبنان واستخدام الأرض اللبنانية لقتال العدو الصهيوني، وبين من يريد قتال العدو الصهيوني ويحتضن المقاومة الفلسطينية ويريد تحرير فلسطين ويريد القوة العسكرية للدفاع عن لبنان. هذا الانقسام منع من استخدام الجيش، لكونه أيضا كان جزء من الخلل الطائفي اللبناني. هذا الخلل الذي ازداد فيما بعد، فوصفه المفتي، وصف الجيش بأنه جيش السلطة المارونية، وأصبحت المقاومة الفلسطينية جيش المسلمين، وطبعا مع المقاومة الفلسطينية الحركة الوطنية اللبنانية التي كانت جزء منها أيضا. هذا الوجود إذن كان يقارع في الداخل ويتمدد في الجنوب، ووصل إلى درجة فرض الإقرار الشرعي به في اتفاق القاهرة، حيث تكرس كجانب رسمي في التفاوض وفي الصراع. والمقاومة الفلسطينية سلحت الشعب الفلسطيني، كل المخيمات الفلسطينية أصبحت تتسلح لتنخرط في العمل الفدائي ضد العدو الصهيوني لتحرير فلسطين من كل الحدود، من الأردن، من سوريا، من لبنان، من كل هذه الأراضي. فنحن كنا من أي فئة تجي بدها تقاتل الإسرائيليين فنحن نحضنهم. يعني التشابك الفلسطيني اللبناني في إطار المخيمات، بدءا من مخيمات الجنوب وصولا إلى تل الزعتر وضبي، مرورا بصبرة وشتيلة حتى إلى البداوي، خلق حالة من النهوض الشعبي اللبناني، وحالة من الانضمام اللبناني إلى القوات المسلحة الفلسطينية. نحن في ذلك الوقت كان حزبنا قد أنجز المؤتمر الثاني التاريخي عام 68، والذي أعاد النظر في القضية الفلسطينية، فانتقد الموقف السابق بتأييد قرار التقسيم، وقال بلا شرعية الكيان الصهيوني، وبالتالي بتحرير الأرض وبالكفاح بحق الشعب الفلسطيني في الكفاح المسلح، كما أوصى بأن من واجب كل شعب تحت أرضه أن يمتشق السلاح للدفاع عن هذه الأرض، وأن هذه هي مهمة الشيوعيين والوطنيين اللبنانيين حيال المطامح الإسرائيلية. على قاعدة ذلك زرنا الأردن في عام 69، وقمنا بمفاوضات مع قادة الفصائل الفلسطينية آنذاك، من ياسر عرفات و
إخوانه ومعظمهم قد استشهد كأبو إياد وأبو شهاد وأبو الهول وكمال عدوان وسواهم، ومع جورج حبش ونايف حواتمي، وكان الخلاف بين الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية في بدايته محاولين رت الصدع، ولكننا هناك يعني اطلعنا على واقع تفاقم الأزمة داخل العلاقات الفلسطينية الأردنية واحتمال انفجار الصراع، كما اطلعنا على القلق حول إمكانيات فتح معركة ضد الوجود الفلسطيني المبكر في لبنان. في نيسان 69 كانت هذه هذا الاحتقان في العلاقة يزداد نتيجة عدم قدرة النظام اللبناني على احتمال وجود حالة ثورية فلسطينية متعاطف معها من اللبنانيين تحمل البندقية في مواجهة العدوان الإسرائيلي. بموازاة الاحتضان الشعبي للعمل الفدائي تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الحدودية، فلم يجد أبناء الجنوب وسيلة للدفاع عن أرضهم سوى حمل السلاح، فانضم كثير من الشبان إلى منظمات الثورة الفلسطينية، وجذبت أحزاب الحركة الوطنية آخرين. أقمنا ما سمي بالحرس الشعبي في عام 69، وكانت مهماته الدفاع عن لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية، ورفعنا شعارات تحصين الجنوب، بناء الخنادق والملاجئ، تدريب الشباب اللبناني أبناء الجنوب ليتمكنوا من الدفاع عن أرضهم وتسليحهم، ونشأ تحت هذه الشعارات جملة مظاهرات طلابية وعمالية وشبابية كانت تتماشى مع مظاهرات الدفاع عن المقاومة الفلسطينية ومنع تصفيتها. مع هذا الوقت بدأت بوادر الوجود الفلسطيني تزداد، فأنشأنا معسكرين كبيرين، واحد في وادي الحجير تحت قبريخة والآخر في عيناتة جنب بلدة عيناتة، ضم كل منهم ما يقارب 100 إلى 120 مقاتل. كانت عمليات التدريب تتم بشكل مشترك مع فصائل من الثورة الفلسطينية الصاعقة، الجبهة الشعبية الداخلية. حل عام 1970 حاملا معه فرض سيطرة إسرائيلية على خط الحدود وتوغلات داخل القرى ومنع السكان من استثمار أرضهم. بقوا ضايقونا كثير وقوصوا كثير، ما نسترجعش نروح الصبح يعني قبل الضوء ندفين ما فيها نروح مثلا على الحق لي على الدخان ما نأمي ولا نروح جيب. لما يضوا الكشاف يبين خيالك، يعني يبين انتو ماشي يضوا منين يبين. واحد عم يشتغل بأرضيته تمام وعلى أحسن ما يرام، بغض النظر إن كان دخان ولا زيتون ولا قمح ولا مرات تمرق الدورية الإسرائيلية يقولوا لنا فلوا من هون بدون سبب، بدون أي انظار، يعني فلوا من هون. ونحن يعني في قدامنا خيارين، أو بدنا نفل أو بدنا نتبهدل، كانش يطلع بإيدنا إننا نحكي أي كلمة. واجه الإمام الصدر غياب الحماية الرسمية للسكان بدعوة الجنوبيين إلى حمل السلاح من أجل الدفاع عن أرضهم، وبدأ يمارس ضغطاً شعبياً على السلطة لرفع الحرمان المزمن وتوفير إمكانات الصمود. كان فيها الحرمان بكل هالمناطق، حتى بالظروف العادية في حرمان، فكيف بظروف أسوأ أو حرب؟ لما تكررت الاعتداءات هذا اللي أدى للمطالبة فيما بعد بتأسيس مجلس الجنوب
فتأسس مجلس الجنوب كرد على الاعتداءات، طبعا مش رد عسكري، كرد تقديم تعويضات وخدمات على الأضرار. وهذا صارت بأيام السيد موسى، هو كان رائد المطالبة، ونعمل إضرابات ونعمل مهرجانات ومطالبة إلى أن أنشئ مجلس الجنوب، وبدأ يتعامل مع الموضوع. طبعا بذلك الوقت كان في إرباك، وكان في مطلب عند الناس أنه طيب عم بيجي علينا قصف، عملوا لنا ملاشي. أنا هيدي بتذكر هالمشكلة بوضوح. فنعمل محاولات أنه يعمل ملاجئ بعدة محلات، بتذكر بشكل رئيسي بساحة النبطية. في تلك المرحلة إذن كان هدف الحرس الشعبي عسكري ولكن أيضا اجتماعي. لقد أقمنا في عدد واسع من القرى ملاجئ حفرها الشباب، وتطوع من شباب الديمقراطيين في لبنان من كل المناطق لحفر هذه الملاجئ في بنت جبيل، في حولة، في عيناتا، لأنه كانت هذه القرى محرومة من أي ملجأ. أقيمت مستوصفات، أقيمت مخيمات كشفية، الهدف منها كان المساعدة على تأمين الصمود بأشكال مختلفة. كان شعار الصمود خياراً بديلاً عن غياب الدولة أو إيجاد معادلة توازن الرعب، فبقي الرعب في جهة واحدة. كانوا يفوتوا الإسرائيليين، يفوتوا على منطقة هون اسمها الكيلو 9 عند بليدة، يفوتوا حتى الجيش اللبناني موجود، ما فيش أوامر للجيش اللبناني يطلع لين طلقة رصاصة يعني. يفوتوا في على بعض القرى يأخذوا اللي بدهم إياه ويروحوا. فهي معاناتنا نحن أهل الجنوب يعني. تعرف الإسرائيل الإرهاب اللي تعملوا، في يوم فكرنا إنه شو من الضرب بدنا نهرب يعني، بدنا نسلم أولادنا يعني. قمت أنا استأجرت سيارة، ما كانش عندي سيارة يعني، بال 69 مطلع 70 يعني، رحت على السوق جبت سيارة إلي ولابد جيراننا، بنت الحاج أحمد ابن عمي يعني. أي نعم، كنا عنا أولاد كلهم صغار هيك يعني، 3-4 سنين و5 سنين و7-8 سنين. وبالسبعينات بلشوا يقصفوا علينا، والناس كانت تهرب، يهربوا على بيروت، مشي يبقى هون مشي يهرب يعني، حسب ال مفيش حماية لا ملاجئ لا شيء. صارت الاعتداءات والتوغلات داخل العمق الجنوبي وإحصاء الضحايا الحدث اليومي للسكان. كنا نحن وين بيجي شيء 30 نافس عم بده شوي هون تحت شوي بيتني حجارته طبت تحت، بقى حجر، بقى معمر بحجر مش مثل اليوم، طبت حجارته تحت. قلت إن هاد بيتنا خرب بيتني، قمت أني جريت هون، لما اجوا لي هون بدني عدوا امنا كلتنا لبر، ظهرني قال من شان انت بضلها. قلت له انا ما بضلها، الله يرحمه بيه الاستاذ مصطفى الحاج محمد سعيد، قال له انا بضلها، خليها تروحي مع وليدي. رحني من مكرور بطبو حبايب من بني نمرو، من مكرور ام البيت لغايه مرقنا، ما مرقني نادوا ما حدش حكوا، قاموا ضربوا كنبل لجوي، اتصابوا وماتت بنت حسن ابن الحاج عبد الخليل. اجوا اليهود كانوا عم يجوا يقوسوا الناس هيك ادوانا ظلما وعدوانا، اجوا طلعوا اليهود وصلوا لحد البيت قالوا لي اهرب، وما بدي اهرب كيلومترات بيلحقني الرصاص يعني. على مدار الساعة يضلوا هيك يعني، لا يومية يومية، ما حدا يسترجي يروح، إذا هالواحد بده يزرع أرضه بده ذاكي بده ينخطف الراعي بده يخطفه وهكذا. أول رشا قال لي بتقول لي مين فيه؟ والله بتموت. قلت له منين بجيب لك حدا يعني؟ ما في حدا. قال له اتركه اليهودي. القرى هي وصلوا لها كلها ورجعوا، بيرجعوا يعلوا مثلا 48 ساعة ويرجعوا يعملوا اللي بدهم يعملوه.
يعني مثلا بيعرفوا أني مثلا بتعامل مع الجيش أو مع المقاومة الفلسطينية، ينسفوله بيته وإذا لقطوا كمان يقتلوه. بس أكثر شيء يغوض الناس تدمير البيوت، تدمير على طول. كانوا يدمروا بيوت كتير. ترافقت سياسة نسف البيوت مع اعتماد الجيش الإسرائيلي الغزوات البرية الخاطفة، ففي شباط عام 1972 وصلت القوات الإسرائيلية إلى خطوط متقدمة في العمق نحو مدينة صور، وألحقت خسائر بشرية ومادية كبيرة في الجنوب. هذا التطور جعل مساهمتنا جزئية ولكن هامة، وفي إطارها جرت مواجهات في بنت جبيل، في حولة، في إبل السقي، في الخيام وفي سواها، مع دوريات إسرائيلية أو مع اعتداءات إسرائيلية كانت تحصل كبيرة أو صغيرة حسب الظروف. في أيلول من العام نفسه عاود الجيش الإسرائيلي اجتياح القرى وارتكب أعمال قتل مروعة. دخلت إسرائيل لهون 50 بيت من عند بيت علي يوسف من فوق، عبد خليل بسيم، عبد بو أديب، عبيتنا، عبد بو أحمد، كل هول بيوت انتسفوا. هلا أنا بذكر شغلة، لما دمروا لنا بيتنا بالسبعينات كنت عم فتش ببن الأنقاض، أنقاض البيت، كنت عم فتش على كتبي على أساس أنه تاني يوم أو تالت يوم بدي أروح على المدرسة، فما لقيت شيء من الكتب يعني. هذه واحدة شغلة من الشغلات بتذكرها. إجا حدا بعث شباب لبنانية وقتها عاملين مثل جروب أو شيء، إجوا عم بقولوا أنت عشو عم بتدور؟ قلت له أنا عم دور والله على الكتب، بدي أروح على المدرسة. لم تتغير سياسة مؤسسات الدولة تجاه الجنوب، غياب عن الأرض وشكاوى إلى مجلس الأمن، فوجد السكان أنفسهم في العراء الأمني والخدمتي. والله نحن كنا هوني بالبلد يعني المغرب ما حدا ينام، خايفين قلقين يعني تقى المغرب فين، صار بدنا نهيئ حالنا لأنه هوني نحن قراب على الحدود، الإنس بيجوا لهون تيجي تصير ضرب نهرب نحن بالليل. دولة يعني شبه دولة، دولة ما في دولة، كان في جيش ما عنده يعني هالإمكانيات وهالأدات وهالسلاح، كان في يجي جيب المدفع 70 ملي ما بعرف قديش هو يعني، يجي يوقف وين على قولون طليارون هونيك في نقطة للجيش كان هونيك. أي نعم بذكر أني مرة رشاش طلعت علي رشاش بس من اليهود، ما شفت إلا وين الجيب صار وهون تحت اللوكس. كانت صرخة الأهالي في وجه المسؤولين طلباً للحماية والرعاية بدل تركهم فريسة للعدوان الإسرائيلي. هني شو خصبونا انه نحن مرتاحين، نحن قلقين يعني. الاكل ما نستطعم شيء يعني، عارف ما نستطعم، بس الناس بطول النهار مرتاحه، بس تغيب الشمس الناس تطلع بعضها لما بدها تروح. ونحن نطالب ان السلطات والمسؤولين والدوله تقوم بمسؤوليتها، يعني تمارس أعمالها كدولة تجاه منطقة مهددة.
الدنيا كثير من المناطق مهددة والدول تقوم بواجباتها، تعزيز الدفاع وحماية الجنوب بأي وسيلة ترتئيها الدولة. نحن نثق ونؤيد أي خطوة تقوم بها الدولة في سبيل حماية الجنوب. كانت الصورة جد مؤلمة، مؤلمة جدا، لأنه كان الجنوبي عم بيعاني من طرفين. أولاً عم بيعاني من وجود لا دولة في الجنوب والأمور في حالة فلتان، وكان يعاني من الاعتداءات الإسرائيلية وما في عون فعلي وجدي من الدولة اللبنانية. فكانت هذه المعاناة كانت تؤثر بالدرجة الأولى بالسيد موسى وفينا، وكان يحاول أن يستعين بكل القوى التحررية بالعالم لدعم هؤلاء الموجودين على أرض الجنوب، لأنه هودي أبطال، لأنه عانوا الكثير. فكان يجوا الإخوان متسترين ليحطوا السيد موسى بأجواء ماذا يجري في الجنوب، وكنت أنا شاهد على حديثهم والآلام اللي كنا نسمعها منهم. كانت تلك المنطقة مفتوحة على صراع غير متوازن، عمليات للفدائيين في المستوطنات الشمالية مقابل عقاب إسرائيلي جماعي لأبناء القرى الجنوبية. كانت إسرائيل تقصف قرى الجنوب، لا، المقاومة موجودة بالجنوب. إذا المقاومة عملت عملية أو رمت صاروخين على فلسطين المحتلة، على أرض فلسطين المحتلة، كانت إسرائيل، أنا شاهد لأني أنا كنت بالقطاع الأوسط، يعني كنت مسؤول يمكن من مارون الراس وصولا إلى الطيبة والغندورية، كل المنطقة، كل هذه القرى، كانت إسرائيل تبدأ القصف على بنت جبال، ترجمها لبنت جبال، تنتقل إلى برعشين، إلى بيت يحول، إلى حداثة، تصل إلى صفة البطيخ، إلى أطراف تبنين. هذه كانت تقريبا دوريا هذا القصف يتكرر في هذا القطاع، في مثله قصف في القطاع الغربي، مثل قصف بالقطاع الشرقي لجهة مرج عيون والعرقوب. هذه كانت تتكرر دائما. عدم توفير سبل الحماية على الحدود دفع إسرائيل إلى استسهال الوصول إلى بيروت. ففي نيسان عام 1973 تسللت قوة إسرائيلية إلى العاصمة ونفذت عملية اغتيال 3 من قادة حركة فتح. أدت عملية الاغتيال إلى تعميق الشرخ الداخلي. استقالت الحكومة في بيروت، بينما كان الجنوب يشهد تصعيداً إسرائيلياً، وهو ما دفع الإمام الصدر إلى مواجهته باعتماد خيار المقاومة المسلحة، ورفع شعاره السلاح زينة الرجال لحماية لبنان من العدوان الإسرائيلي. طبق الإمام الصدر هذا الشعار بتأسيس تشكيل جديد أطلق عليه اسم أفواج المقاومة اللبنانية أمل. صارت مجزرة عين لبنية، اللي كنت أنا بتلك الفترة مع السيد موسى في فندق الألوات، وصلنا الخبر كان متأثر جدا، عميق التأثير. فسألت أنا ما العمل بعد ذلك يا مولانا؟ كان السيد موسى عم يشتغل على إنشاء حركة عسكرية لمحاربة إسرائيل. إنهم شرف لبنان ومجد لبنان وعزة لبنان. فصارت وفود من الشخصيات اللبنانية تتوالى إلى هذا الأوتيل، فأعلن هناك بمؤتمر صحفي ولادة حركة أمل على دماء الشهداء.
وحركة أمل صارت عملية ظاهرة في مقارعة الإسرائيلي. إلى جانب الإمام الصدر تولى مصطفى شمران القيادة العسكرية وأشرف على التشكيلات الأولى. لبنان تقريباً بصورت مثلثی قرار گرفته که رأس آن در جنوب است که در جنوب اسرائیل آن را احاطه کرده است. در طرف دست چپ دریای مدیترانه که از زیباترین دریاهای عالم است و ساحل سوریه و لبنان و اسرائیل را از زیباترین مناطق دنیا قرار داده است. شهرهای بزرگ ترابلوس، بیروت، سیدا و سور را که از نظر تاریخی شهرت دارد می‌بینید. در قسمت شمال منطقه‌ای است به نام بعلبک که از نظر تاریخی بسیار مشهور است و در جنوب مناطق شیعه نشین دیگری قرار دارد که از منطقه معروف نباتیه شروع می‌شود که اسرائیل همیشه این منطقه را به زیر آتش می‌گیرد. حركه كانت قائمه بعناصرها وكانوا في كتار مقاومين عم يجوا ياخذوا سلاح قدام عيني للقتال في الجنوب، فالحركه كانت قائمه. الاعلان عنها كان بعد حرب البنيه وترك يعني تشكلت حركه امل. بعد ما شكل حركه امل من رفاق له اللي انتم يمكن بتعرفوهم، كنا حوالي 18 واحد، وشاء الامام بتركيبة سياسية تنظيمية لحركة أمل، شاء أنه يحطني رئيس المكتب السياسي. كان لبنان حينها يقترب من الانفجار الكبير، ففي الجنوب ازداد المشهد دموية بفعل الاعتداءات الإسرائيلية. بينما كانت القرى الجنوبية تحصي ضحاياها، كان 13 من نيسان عام 1975 يحمل معه بداية الحرب الأهلية اللبنانية. قسمت تلك الحرب العاصمة بيروت وانتقلت إلى الأطراف، بينما كان الجنوب عرضة لهجمات إسرائيلية متكررة. سمعت القذيفة، عرفت، قلت له هذه حد بيت أختي، رحت نطلع نشوف شو فيه. طلعنا نحن، كانت الطريق من هون محل البيت، كنا نيجي من هون. هي أول قذيفة اجت بالغرفة هايدي. بن خي ولاد خي اثنين، اليوم هو الدكتور جوني، وخيه أكبر منه اسمه الشهيد وسام صادر. لأنه خيه أطول منه اجت الشظية بالطويل. بيجي خيه الصغير اسمه جوني بقول عمو عمو تعال شوف وسام شو بيه. نزلنا لقينا جاي القذيفة بنص راسه، رايحة شقفة من راسه وهو مستشهد يعني. استغلت إسرائيل ما كان يجري من حرب أهلية لتبدأ تنفيذ خططها القديمة، فتسللت إلى الداخل اللبناني ولم تكتفي بمنطقة الحدود، كانت تسعى لإيجاد موطئ قدم سياسي يصل إلى بيروت. ليفيوت من خيفا، وأنا شوف حكيت لهم بنمر، وأز إجيو أوت ثلاثة أنشيم، شهبخير بهم. هيا ايش הנהגה הארצית של הפלנגות ג'וזף אבו חליל שהיה גם העורך הראשי של העיתון של הפלנגות עיתון אל עמל בהחלט דרג מתאים
אני לקחתי אותו עוד באותו לילה, באותו ערב, לקחתי אותם לתל אביב, והייתה פגישה שישב בראשה שר הביטחון דאז שמעון פרס. כמו שהגענו למקום הפגישה, פרס קיבל אותם, את האורח, בצורה חביבה ובצרפתית. וז'וזף אבו חליל פתח ואמר, תיאר את המצב של הפלנגות, והסביר שהם קצרים במקורות נשק ותחמושת, ומצפים שמדינת ישראל תעזור להם. פרס אמר לו ש... הוא מפתיע, הוא עוד הלילה ייפגש עם ראש הממשלה, המנוח יצחק רבין, ידווח לו ויקבלו החלטות וידאגו לתת להם את התשובות בקרוב. בתום הפגישה נמזגו כוסיות וויסקי ושתינו לחיי מדינת ישראל ולחיי לבנון עצמאית וחופשית. اتخذت فصائل المقاومة من القرى الحدودية مراكز لها. قاد مصطفى شمران مجموعات حركة أمل الأولى إلى الخطوط الأمامية في مهمة الدفاع عن الجنوب بسلاح متواضع. إسرائيل در نظر دارد که جنوب لبنان را به تصرف درآورد و رودخانه معروفی است که در جنوب لبنان به دریا می‌ریزد به نام رودخانه لیتانی و آب لیتانی را اسرائیل منحرف کند و برای کشاورزی اسرائیل آن را به کار اندازد. رحنا دینا مصاری لنشتری اسلحه. فاللي دینا المصاری جا صار طلبنا بالاسلحه بثمن الاسلحه لان كنا عم نعطيها بسعرها الحالي للشباب المقاتلين المجاهدين. فبيتصل فيي السيد موسى بيقول لي وين المصاري؟ استلم زيد من الناس هالأسلحة ليبيعها للناس ما عطانا صاحب يعني اللي دينا المصاري عم بيطلبنا فيها. وعلى الجبهة الأخرى كانت إسرائيل تعلن إنشاء الجدار الطيب للتمدد نحو القرى الحدودية وفتحت باب العلاقات المباشرة مع بعض السكان وأنشأت لها مجموعات مسلحة في إطار مشروعها للتوغل في جنوب لبنان. بدأ التعاون مع إسرائيل ونشأ بؤرتين على الحدود من قرى متعاونة مع إسرائيل، هي بؤرة قرية الأليعة شرق الليطاني التي سيطرت وفيها عدد كبير من العسكريين، كان قائد الجيش حنا سعيد من بلدي، بلدة الأليعة. سيطرت على بلدة مرجعيون وسيطرت على بلدة الخيام وارتكبت فيها مزرعة. فأصبحت هذه المنطقة المحيطة بسهل الخيام، يعني شمال سهل الحولي، أصبحت بؤرة بيد سعد حداد اللي تعين بدور قائم مقام على منطقة مرجعيون، على قضاء مرجعيون من قبل وزير الداخلية كان كمين شمعون في ذلك الوقت. ونشأت بؤرة ثانية من رميش وعين إبل ودبل في بيناتهم قرية اسمها حنين هجروها وأصبحت بؤرة ثانية متماسكة مترابطة متعاونة مع إسرائيل، ومن لم يتعاون مع إسرائيل هجر من هذه القرية. إنشاء بؤر للتعامل داخل القرى الحدودية ترافق مع تعزيز علاقات إسرائيل في العمق اللبناني. بشير جميل بكير بخيفة، بكير بنهارية، بكير بتل أبيب. הביקור של בשיר הראשון, אני לא יודע כי אני, זה כבר היה בטיפול המוסד, אבל באחד הביקורים שלו, אני ערכתי אותו במחנה אימונים שפתחנו עבור המיליציות שהוקמו בדרום לבנון, מחנה אימונים שהוקם בשטחנו ושם הם התאמנו, באש חיה ובהתנהלות צבאית. אז בשיר בא לבקר את ה... הבאתי אותו לבקר במחנה הזה, מאוד התרשם, נעם בפני הקצינים, ואחרי זה לקחתי אותו לסיור בגבול לבנון,
וחלק מהיישובים הוא רק הכיר, אפילו היו גם כמה יישובים שהוא לא הכיר בכלל. אז בשיר ג'מאיל אמר, תחריר לבנן רח בלש מן הג'נוב. תחריר, שחרור לבנון יתחיל בדרום, וזה גרם לאנשי הדרום לגאווה רבה מאוד. كانت الترجمة العملية لتلك السياسة الإسرائيلية تكثيف الهجمات على القرى الجنوبية وتنفيذ عمليات خاطفة من بينها عملية العرقوب. وكنا نعتقد أنه عندما يستتب الأمر للاحتلال ليلاً ستبدأ عمليات بطولية وراء القوى التي تقدمت لتصل إلى تقريباً آخر سهل الخيام وليس بداية. وكل منطقة العرقوب تقريبا، ولكن مع الأسف خاب ظن الأهالي وظننا لأن هذا القتال لم يحصل كما كنا نتوقع. فبدأت الناس تشك في قدرتنا نحن والفلسطينيين على مواجهة الاحتلال. هذا لا يمنع أن الوضع عاد فاستتب لصالح سيطرة المقاومة والقوى الحليفة لها وسط تأييد شعبي واسع في منطقة الجنوب ككل. كانت الخطوات الإسرائيلية المتلاحقة جزءاً من مسار تنفيذ مخطط الاستيلاء على جنوب لبنان للوصول إلى نهر الليطاني. على المقلب الآخر، خضعت مناطق الجنوب لسيطرة منظمة التحرير الفلسطينية، ووجدت الحركة الوطنية نفسها ملحقة بالمنظمة. حلفاء نحن وبذلنا دم مشترك، ولكن مع الأسف منذ اليوم الأول كانت نهج منظمة التحرير الفلسطينية هو التعاطي المباشر مع الناس بمعزل عن الأحزاب والأطر اللبنانية. كانت تريد أن تلحق الناس أفرادا بها وأن تلحق الأحزاب بها أيضا، غير آخذة بعين الاعتبار الاستقلالية الذاتية النسبية التي تميز حركة تعمل فوق الساحة اللبنانية. بقيت منطقة الحدود ومن بينها الليطاني الهدف الدائم للمخططات الإسرائيلية إلى أن حل شهر آذار عام 1978، حين نفذت إسرائيل اجتياحا جديدا أطلقت عليه اسم عملية الليطاني. اجتياح 78 نتيجة عملية عالمية عرفت باسم عملية دلال المغربة بشمال فلسطين المحتلة، وقعت خسائر كبيرة حوالي 30 قتيل. فكان الاجتياح الإسرائيلي، الاجتياح الإسرائيلي بدأ فات الجيش الإسرائيلي بدأ الدقيقة 30 من ليل 15 آذار، يعني بدأنا ب 15 آذار بدأت العملية الجوية وغطى الطيران سماء الجنوب. ب 78 في تلك الفترة كنا مع سماحة الإمام بالبقاع نحاول أن نضغط على السوري وعلى الدولة اللبنانية وبالتحديد على السوري لمقاومة هذا الاجتياح. وكانوا المجاهدين اللي كانوا ينتموا إلى السيد موسى ما أثروا بعملهم أبدا، وبدأ القصف على كل المناطق بما فيها على مرابط المدفعية وعلى كل المناطق الحيوية على محاور تقدم العدو الإسرائيلي، وبدأت ألويته تدخل إلى أطراف الجنوب، وبدأ الاجتياح صباحا. استمر بالاجتياح مقطع أرض مقطع أرض، يعني ما كان متسرع، كان عم ينظف الأرض كليا كي لا يتلق خلفه مقاومين ينبذوا عمليات ضد الأرتال اللاحق الأرتال الثاني. فكان عم يحرق الأرض قدام منه ويرتكب المجازر في كل مقطع أرض بده يقدم عليه، كان يرتكب مجازر. عندما حصل العدوان في 78 واحتلت إسرائيل هذه المنطقة الواسعة، كنا نحن قد تهيأنا للقتال الطويل النفس، ولكن مع الأسف القرار السياسي لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية كان الاستجابة السريعة لقرار وقف إطلاق النار،
وقد اعتبرت قيادة منظمة التحرير آنذاك أن هذا أول انتصار سياسي لها. Ladies and gentlemen, our army was not sent into southern Lebanon for the purpose to stay there. We want an agreement and an arrangement as a result of which in all those places which the defense minister and the chief of staff will today name to you from which the murderers were ejected, they should not return to them. And in general, that southern Lebanon will not serve as a base for further attacks against the State of Israel and its citizens. انتهى ذلك الاجتياح بسيطرة إسرائيلية على شريط حدودي وتهجير السكان الذين أقاموا في مخيمات مؤقتة. مقابل تهجير السكان واحتلال الأرض، أقامت إسرائيل دويلة لها بإمرة سعد حداد، وانتشرت قوات طوارئ دولية فصلت بين حدود تلك الدويلة وبقية مناطق الجنوب من دون أن يطبق مجلس الأمن الدولي قراره رقم 425 لإلزام إسرائيل بالانسحاب. هذا الحدث الذي ترافق مع إعلان دولة لبنان الحر على يد العميد سعد حداد نتيجة للاحتلال في 78 هو أهم حدث في تاريخ الشرق الأوسط بعد حرب 67، وأنه هذا سيملي علينا قتالا طويل النفس لمنع الجانب العسكري والجانب السياسي من هذا الاحتلال، لأن إسرائيل اتخذت لها صفة لبنانية، دمية لبنانية، ولكن ستعمل عبرها لتركيز سيطرتها على هذه المنطقة ولتوسعها. أتت قوات الطوارئ الدولية إلى جنوب لبنان، ولكن إسرائيل لن تنسحب من الشريط الحدود المحتل. ما سعت لإقامته كشريط حدودي محتل برئاسة سعد حداد وأفشلناه، منعناه عسكريا، أقاميته الآن وأصبح الشريط الحدودي مسيطر عليه من قبل قوات سعد حداد مدعومين للجيش الإسرائيلي الموجود معه في الشريط الحدودي، ولكن هو أصبح هو الستارة لإسرائيل بتقوم بالأعمال العدائية، وبيقولوا سعد حداد اللي قام بالأعمال، حتى الضغط على قوات الطوارئ الدولية، حتى الضغط على الدولة اللبنانية، يقصفوا مرة قصفوا قلب صيدا، قصفوه بالمدفعية 155 والقرى مختلفة، حتى على مراكز قوات الطوارئ الدولية كانت يعطون انذار غالبا ويقصف. عاش ابناء المناطق المحتله القهر اليومي على يد الاحتلال وعملائه من دون ان يجدوا فرصه للتخلص من المعاناه. بالتالي احتلت اسرائيل وتحيرنا كيف بدنا نعمل وكيف بدنا نعيش احنا وياهم، يعملوا فينا العمايل ضو ما منع نضو، ضوينا اللمضه يجوا لنا بهدلونا، البنت اللي بدنا اياها يخطفوه، البنات البدنية هدوه ما حدا لهم عن قصة أبدا، البدنية الشاب البدنية يخدوه يدعسوه يذبحوه يموتوه جدوه، ما فرقت معاها عاد. مرة أخذوا واحدة مرة بنت حضيوا فيها مرأة على البيجر، أخذوها وصلوها لهون على المرش، هي تصرخ فلتوها هون من عند البركة، فلتوها هون وخوف غرمونا كثير، حطتونا كثير، بطلوا كثير يا ابني، والله ما يسترجي
حدا أنا يطلع لي أني انتغاز ما هيدا بلادي كله من هيدا ضد المر أنا شو نسترجي نام بالبيت عوضوا بالله يا ابني رعب كثير وفزع كثير وفزعنا كثير وغرموا كثير حدا غرموا البيوت البيوت يحطوا على البيت 10 ليرات عين اللي يعطوا المسلحين أجارهم. على الجهة الأخرى كانت التصدعات تصيب القوى اللبنانية والفلسطينية فتحول الجنوب إلى ساحة للفوضى الأمنية. من الأكثر خطورة العلاقة بين الحالة العسكرية الفلسطينية الوطنية اللبنانية من جهة وبين الأهالي من جهة أخرى لم تكن سليمة. لقد تحولت منظمة التحرير إلى سلطة داخلية تعطي بعض العطاءات ولكنها تمارس تسلط وتدخل في شؤون داخلية لبنانية وتفسح في المجال أمام الكثير من التجاوزات. إجا أبو جهاد لعند السيد موسى قبل ما يسافر إلى ليبيا بشي 3-4 ساعات وأنا حضرت الاجتماع وكان الاجتماع صاخب جدا. قال السيد موسى لأبو جهاد أنه أنا عندما أعود من ليبيا سأبقى في الجنوب حتى يتحرر المواطن الجنوبي من هذا التعسف وهذه الهيمنة وهذه الحركات الغير مقبولة. فبلغ الأخ أبو عمار أنه هذا موقفي لأنه الشيء اللي عم بيصير بالجنوب غير مقبول. فكان السيد موسى هاجس الجنوب وبده يرجع من رحلته يبقى مع أبناء الجنوب لإنقاذ الجنوب من الوضع الفوضوي اللي كانت عم بيعيش فيه. فكان خطأنا نحن الذين بدل من أن نتصدى للتجاوزات وبالتالي نخلق أجواء مطمئنة لإعادة البحث في العلاقة على أسس أفضل تصدينا للمتصدين للوجود الفلسطيني فساهمنا في إغراق الجنوب في حالة من التقاتل الداخلي التي بلغت ذروتها قبيل الاجتياح الإسرائيلي. وجد أبناء الجنوب أنفسهم بين نيران كثيرة كان من أشدها عليهم استهداف قائد نهضتهم وحامل لواء قضيتهم الإمام السيد موسى الصدر. خطف الإمام في 31 من آب 1978 أثناء زيارة رسمية لليبيا. انتفض جمهوره وبدأ نهضة جديدة. بعد أقل من عام حمل انتصار الثورة الإسلامية في إيران في شباط عام 1979 أملاً للمنتفضين.